الخطوة اللي جاية هسألك بقى، انت مشوارك انت بعد ما انت كنت حارس منتخب، ليه ما بقاش في انضمام؟ تعال نفصل شوية عن كأس العالم مش واسألك انت على المرحلة دي، انت مرحلة اهلي ثم ومنتخب بانتظام، ايه اللي حصل بعد كده بالنسبة لهادي رفعت؟ والله بص، هي الفكره هما يعني انا كهدي انا مش عارف ايه السبب المعين الصراحه، يعني ايه السبب بالظبط، لكن انا يعني دايما انا بقول هو نصيب، الموضوع في الاول وفي الاخر نصيب. يعني انا هفضل شغال زي ما انا، وهفضل مركز في شغلي زي ما انا، ويعني واكيد طبعا نفسي في يوم من الايام ان انا انضم. يعني انا خرجت من المنتخب 11/2017، لغايه النهارده انا عندي الامل ان انا في يوم من الايام ان انا ارجع تاني. يعني فانا يعني بشتغل على نفسي وبتمرن كويس وبحوم يعني ومركز جدا ان انا ارجع تاني يعني، لكن ايه السبب الرئيسي في عدم وجودي في المنتخب انا فعلا مش عارفه. يعني فقط يعني هو هل وجهه نظر فنيه، هل وجهه نظر غير فنيه، انا صدقني والله اني ما اعرف. يعني طب وبالنسبة للأهلي، مرحلة رحيلك عن الأهلي لا ايه اللي بص، حصل؟ الاهلي كان ليهم ظروف. بص هقول لك على حاجه، يمكن احنا يعني حصلت لنا يعني حصلت معانا شويه ظروف في اخر سنه لينا مع النادي الاهلي، وكان الجهاز الفني اتغير وجه حد تاني، وبعد كده هم كان عندهم فكر ان هم كانوا عايزين ينزلوا بمعدل الاعمار ومش عارف ايه وحاجات كده. فبص يعني انا مش عايز اخوض كتير في القصه دي، لان في الاول وفي الاخر يعني هم استغنوا عني، فخلاص السلام عليكم السلام. يعني هل انتوا شايفين بقى انا يعني معدل الاعمار كبير فهم عايزين يقللوه، او انتوا شايفيني ان انا مستواي الفني اقل او ايا كان؟ يعني انا عندي رد لكل الكلام ده، ففي الاخر احنا نقعد نسال ونرد ونسال تعال نرد ونرد ونسال ونرد. على من الناحية الفنية، لأنك أنت أقدر واحد ممكن يرد باعتبار الموضوع يخصك أنت. اصل هقول لك حاجه يعني، اصل دلوقتي هرد على ايه؟ يعني هرد على ان انا ليه بره للاهلي؟ لا، هو انا ليه بره هو يعني انا بره الأهلي دي بالتبعية بقيت بره المنتخب؟ ده لا لو لا أنت لا لا بصيت لا كده انا للموضوع؟ يعني لا لا انا خرجت من المنتخب الاول. تمام. انا مشيت من النادي الاهلي، وانا اخر 4 شهور بلعب لوحدي. تمام. كان عصام مصاب، وانا اخر 4 شهور يعني اخر 3 شهور كنت بلعب لوحدي. تمام. ومثلا ما كانش عندي مدرب حراس مرمى مثلا، يعني انا في النادي الاهلي انا كنت الجون الوحيد في مصر وبلا او في حراس، الدوري بلا مدرب. او في دوري المحترفين اللي ما كانش عندي مدرب حراس مرمى ده مثلا. كان ايه الموقف ده ساعتها؟ لا ما فيش، هو كان عندنا مدرب حراس مرمى، وبعد كده كان جاله فرصه شغل في نادي تاني بره مصر، فكانت فرصه كويسه صراحه ومشي، وما جابوش حد تاني. وبعدين كنا احنا دخلنا بقى في الدوري، وبعد كده في بطوله افريقيا، فبعد بطوله افريقيا كنا خسرناها، فاقيل المدير الفني. بعد كده جه مدير فني تاني، فقلت لهم يا جماعه انا عايز، يعني انا ما عنديش مدرب حراس اصلا في المنتخب، بيتمرن مع مدرب حراس والناس كلها عندها مدرب حراس، وانا ما عنديش مدرب حراس. ف قالوا حاضر هنجيب لك، حاضر يعني، وما جاش وخلاص، والموسم خلص والدنيا خلصت ومش عارف ايه وبتاع وخلاص يعني، ومشيت. والموسم اللي بعديه حاجات كتير بقى اتظبطت. هل بقى هم كانوا الموسم ده كان بالنسبه لهم يعني الناس اللي ماسكه الجديد، للنسيان، فخلاص مش بقى قصه كله نسيان، كانت يخلص. مرحله انتقاليه، فما ايوه كانوش هم مركزين قوي فيه كتدعيم فني واداري؟ يعني جايز، يعني انا ما ممكن يعني انا بقول لك في حاجات كده انا مش هقدر ارد عليها، ان انا ما اعرفهاش فعلا.